النتائج المرحله الاولى المخصصه للتحيه صربت المقدم سعيد هيدله 19.70، صربت المقدم رضوان شاكير 20.10، صربت المقدم ابراهيم النصيحي 20.50، صربت المقدم مولود الراعي 19.70، صربت المقدم مبارك شيقوم 18 نقطه، صربت المقدم بوجمعان معيوف 19.20، صربت المقدم بوحمول حسين 17.50، وصربت بوتغريط عمر 19.30. بعد قليل تبدا سلسله الطلقات. يتفضل تلقى الاولى. لا شد والحمد لله كاحل زول بو شد بور قاب جام زول والآن كنطلبوا من السيد المقدم شاكير رضوان عن عمالة واد الذهب يتقدم الطلقة الأولى. بسم الله هل أنو الخير حفظ الله أهل الله أنو الخير كاحل أنزال أمر خيل شد شد أرقب أحافي نطلب الآن من السيد المقدم النصيح إبراهيم عن عمالة قلميم يتفضل تلقاء الأولى. بسم الله حفظ قال أنزل كنطلبوا الآن من السيد المقدم الرائع مولود عن عمالة قلميم يتقدم للطلقة الأولى. بسم الله يبارك فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم الله يعطيكم الصحة ما مشيت وخيرت سيد إبراهيم أهل هاي مرحبا عبد الله هاد أرقب جاب يلا 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 الشباب شباب ايه والآن نطلبوا من السيد المقدم شلقوم مبارك عن عمالة بوجدور يتقدم الطلقة الأولى. لا ما كنت تسمع هذا خايل وين وينهم ارقد ولا دخيل الله ينعل لكم الوالدي
كنطلبوا الان من السيد المقدم المعيوف بجمعه عن عماله قلميم يتقدم للطلقه الاولى. مالك بيك مني؟ ايوا زال هاي شد شد ايوا جام وكنطلبوا الان من السيد المقدم بوحمو الحسين عن عماله العيون يتقدم الطلقه الاولى. حفظ الله المقال انزال الخير حفظ كنطلبوا الان من السيد المقدم بوتغروت عمر عن عماله العيون يتفضل تلقى الاولى. مصطفى بسم الله حفظ الله كوال تسع تسع انزال خيري شد شد ارقب احافظ نتائج السلسلة الأولى من الطلقات. صربت المقدم سعيد هيدلة 13.40 نقطة، رضوان شاكير 13.50 نقطة، إبراهيم النصيحي 15.25، مولود الراعي 16.30، مبارك شيقوم 8.70، بوجمع المعيوف 11.67، بحمو الحسين 13.130، بوتغروت عمر 11.25. بعد قليل نمر إلى السلسلة الثانية من الطلقات. إذا نواصل المباراة ديالنا، مباراة ما بين الجهات الجنوبية، ونمر الآن للسلسلة الثانية من الطلقات، وكنطلبوا من المقدم هيدلة سعيد يتفضل الطلقة الثانية على بركة الله. حفظ الله باحل زل غو شد غور قاب جيم زل ونطلبوا الآن من السيد المقدم شاكير رضوان عن عمالة والذهب يتفضل الطلقة الثانية. قالوا الخير قبل الله قالوا الخير قال أنزل أمر خيل شد شد أرقب أهفي كنطلبوا الآن من السيد المقدم الناصح إبراهيم عن عمالة قلميم يتفضل تلقى ثانية. بسم الله حفظ الله
الزال خاين أرقب أحافظ. وكنطلبوا الان من السيد المقدم ريع مولود عن عماله قلميم يتفضل للطلقه الثانيه. تفضل. كنطلبوا الان من السيد المقدم شلقوم مبارك عن عماله بوجدور يتفضل الطلقه الثانيه. يلا بسم الله. وكنطلبوا الان من السيد المقدم المعيوف بجمعه يتفضل عن عماله قلميم يتفضل الطلقه الثانيه. هاي الله قال زال خيل شد شد قلب شد والان كنطلبوا من السيد المقدم ابو حمو الحسين عن عماله العيون يتفضل الطلقه الثانيه. بسم الله حفظ الله المقال انزال الخير ايضا احافظ. والان كنطلبوا من السيد المقدم بوتغروت عمر عن عماله العيون يتقدم للطلقه الثانيه. بسم الله حفظ الله انزل خلي ارقب احافظ. والآن مع نتائج السلسلة الثانية من الطلقات. المقدم سعيد هيدالة 14.10 نقطة،
المقدم رضوان شاكير 16 النقطة، المقدم إبراهيم الناصحي 15.70، المقدم مولود الراعي 13 النقطة، المقدم مبارك شلقوم 13.10، المقدم بجمع المعيوف 13.50، المقدم بوحمو الحسين 13.40، والمقدم بطغروت عمر 9.5. بعد قليل غادي نمروا السلسلة الثالثة والأخيرة لليوم الأول من الطلقات. إذن كنطلبوا السلامة للجميع إن شاء الله، ربي يلطف بنا كاملين خيول وركاب وفرسان ومقاديم ديالنا، ونمروا الآن السلسلة الثالثة إن شاء الله والأخيرة ديال هذا اليوم الأول، الطور الأول من المباراة ما بين الجهات الجنوبية، ونطلبوا من السيد المقدم هيد الله سعيد يتفضل تلقى الثالثة. كنطلبوا الآن من السيد المقدم شاكير رضوان يتقدم التلقاء الثالثة. بسم الله. الله. أبي الله. الله الله. نخيل. قال. أنزل. أمر. خيل. شد. كنطلبوا الآن من السيد المقدم النصيحي إبراهيم يتقدم للتلقى الثالثة. انزل خير اركب احافظ. كنطلبوا الان من السيد المقدم الراعي مولود يتقدم للتلقى الثالثه. يلا هك كنطلبوا الآن من السيد المقدم شلقوم مبارك يتفضل التلقى الثالثة. ها مريو الله أعد السيد المقدم المعيوف بجمعة يتفضل التلقى الثالثة. الله
كنطلبوا الان من السيد المقدم بوحمو الحسين يتفضل للطلقه الثالثه. نطلب الآن السيد المقدم بوتغروت عمر يتفضل للطلقة الثالثة. والآن مع نتائج السلسلة الثالثة من الطلقات، المقدم سعيد هيدالة 11.30، المقدم رضوان شاكير 13.60، المقدم إبراهيم النصيحي 15.60، المقدم مولود الراعي 13.60، المقدم مبارك شقوم 8، المقدم بوجمع المعيوف 15، المقدم بوحمول حسين 11.88، المقدم بوتغريط عمر 13.25. بعد قليل غادي نعطيو النتائج نهائيا تاع اليوم الاول. والان مع النتائج النهائيه لليوم الاول، مع العلم ان اليوم الاول معامل واحد واليوم الثاني غادي يكون معامل اثنين. النتائج حسب ترتيب المرور، المقدم سعيد هيدالة 58.50، المقدم رضوان شاكير 63.20، المقدم إبراهيم النصيحي 67.05، المقدم مولود الراعي 62.60، المقدم مبارك شقوم 47.80، المقدم بوجمع المعروف 59.37، المقدم بوحمول حسين 56.35، والمقدم بوتغروت عمر 53.30، مع الإشارة بأن المباراة متواصلة الغد إن شاء الله. المرحلة الثانية غادي تكون معامل اثنين. نتلقى غدا إن شاء الله على نصف الساعة، والسلام.